ولكن الاصل في الامور انك تبص يعني على هرجع الطبع. للمزاحمه يا دكتور، هرجع لها، بس الاول نظريه الانفاق العام والبنيه التحتيه اقتصاديا اللي مصر واضح كما وضح الرئيس ان هي تبنتها منذ فتره. طيب يعني انت عندك المشروعات العامه وهذا الانفاق الكبير، سواء في مشروعات كبرى في البنيه الاساسيه او في مدن جديده او في تطوير الطرق او ما تم انفاقه في الطاقه وفي الكهرباء، او المشروع اللي هنتكلم اتمنى عليه ما يرتبط بامل مصر والذي اراهن عليه اكثر من اي مبادره اخرى، وهو ما يرتبط بمشروع حياه كريمه، صحيح. اكبر انفاق عام وخاص اتمنى ايضا في تاريخ مصر المكتوب على كافه المناطق الريفيه. دي كلها استثمارات عامه بتوجه حيث هناك فجوات، هناك ايضا مجال انك تنظر لها باعتبارات كثيره، انها بتحرك نشاط اقتصادي في وقت تراجع القطاع الخاص عن انه ياخذ مخاطره واجبه، ممكن تشوف ان هو جذب بعض العماله التي رجعت من اماكن التي كانت تهاجر اليها خاصه في بعض الدول العربيه الشقيقه زي لاسباب ليبيا، مختلفه. زي ليبيا طبعا. صحيح، وبعد الأزمة برضو إن حتى اللي ما رجعش مش عارف يسافر، فأنت كان عندك تدفق سنوي من المهاجرين من الشباب القادرين ذوي المهارة العالية لعدد من الدول العربية وأوروبا وغيرها، لكن الجائحة عطلت الحركة.